هل يجوز للإنسان أن يعطي من زكاة ماله ببناء مسجد يوشك على الانتهاء وتوقف بناؤه؟ المعروف عند العلماء كافة هو الجمهور الأكثرين وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أنه لا أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية: فقراء والمساكين والعمل عليها ومؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل وفي سبيل الله يختص بالجهاد. هذا هو معروف عند أهل العلم، وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس ولا الطرق ولا نحو ذلك. هذا هو معروف عند أهل العلم.